ورغم ذلك ما عدناش، خد بالك. طب بمناسبة الفترة دي كان في إشاعة كده ظهرت وقتها إنه دكتور كمال درويش قال لكم كفاية بطولات النادي ما فيهوش فلوس المكافآت. لا ده هزار. هزار طبيعي. لا لا دي مداعبة يعني. هو كان بيدي يعني، خد بالك ما كانوش يعني، أنا قلت لك في تأخير لكن ما كانتش حاجة بتطلع عليك. تمام. لكن هو بضحك يعني، حتى هو بيقولها وبيبتسم يعني، انت فاهم؟ ماشي يعني هو قالها. بس هو كان قصده هزار. طبعا. أوكي. لا الدكتور كمال درويش كان برضو من الناس اللي هو في استقرار جدا يعني. راجل محترم جدا ونفسه جداً هادي جداً. طبعاً. انت فاهمني؟ طبعا. واداري يعني اداري يعني. يعني حتى في الفتره دي كانت فتره يعني انتعاشه في نادي الزمالك طبعا. يعني انا بكلمك 4 سنين خدنا 3 دوري. فده كان شيء كويس واحتسب من الناس كلها. افريقيا ده طبعا كل بطوله هتذكرها تلاقينا واخدينها في الفتره دي الحمد لله. فكانت فتره استقرار كويسه جدا، وكان كمان في نجوم الحمد لله في الوقت ده يعني. صح. كبيره جدا يعني، مش عايز اقول اسامي لان كلهم بصراحه. صح. يعني القايمه كلها كانت قايمه كبيره جدا.